الحبس ديالي ما كيزورني حتى واحد. تقريبا شحال يعني؟ تقريبا شي 14 عام. علاش عشت؟ على القتل العام. سلت واحد السيدة المرأة ديالي، قتلت الزوجة ديالي، قتلتها وصافي الغضب وصافي. كنت أنا في الخدمة، جيت من الخدمة لقيتها مخرجة الملوي وداك الصينية والملوي لواحد الراجل. هي هذيك انا ما بقيتش في العقليه ديالي هو هذاك، من تماك بقى كيركب ليا الغضب، فهمتي؟ كيركب ليا الغضب هي هذيك، هو يركب ليا الغضب وانا نقتلها. لا ما لقيتش فين نسكن. لقيت العائله ديالي توفى وكل شيء توفى. لا ولاد لا والو، عندي بنت وحده. بنت وحده. لا ما لقيتش فين تسكن. كنا في الشارع. كيعاونوني هادوك الناس مول القهوة وهاد السيدة أسامة، كنطلب غير نسكن وصافي نخدم لكم خدام وصافي. بزاف كاع. بحال ندمت ليا. كنطلب من المحسنين يعاونوني. السلام عليكم خوتي المشاهدين. هاد السيد هذا مسكين راه خرج من الحبس، ضرب 21 سنه من السجن وخرج، ما لقى حتى شي واحد لا خوتو لا عائلته ولا حتى شي واحد. هاد السيد هذا كما كتشوفوه دابا راه تشرد عندنا في الحومه، وتيبات عندنا في الحومه هنايا، وقهوه حليوه معروفه بحي الوحده جامع السي مبارك راه تيبات تمايا مدمر مسكين. بقى فينا هاد الراجل هذا دينا دينا المؤسسة ما قبلوش لنا، دينا لدار العجازة ما قبلوش لنا، قال لك خاصك تشهد وكيل الملك. وهاد السيد هذا كما كتشوفو مسكين ها هو، وراه ما طالب حتى شي حاجة، وهاد الشيء اللي كاين راه ما عنده لا خوتو لا عائلته لا والديه لا والو، عنده بنية وحدة ما عارفاش فين كتعيش. وهاد الشيء اللي كاين تنطلبو من المحسنين يتعاونوا معنا كما كتشاهدوا، ها فين كينعس حوايجو راه هادشي اللي كاين. وقول شنو كطلب من هاد الناس هادو، شنو بغيتيهم يديروا معاك؟ كنطلب منهم يعاونوني وصافي، هادشي اللي كنطلب منهم. السلام عليكم. انا خويا كنسكن في هاد الحي الوحده، هادشي تنعرفوه كبر معانا ملي كان صغير. واحد مرتو كانت كتلعب هاد اللعب ديال الفاس ديالها، استغلاتو مرض مشات ولات تدعي عليه، ملي جا لدارو ما لقاهاش ولا تمشي عند جارو كتبتدي عليه. نهار واحد النهار هو مشى للدار يدق، خرج للراجل، خرج الراجل قالوا له سول ولادو قالوا فين مشات ماماكم، قالوا ما راه مشات عند فلانه. ملي مشات عند فلانه دق في الدار، خرج الراجل ما كاين لا فلانه لا والو، ها هي وداك الراجل صافي طاح له الغضب، هو شداه وقتلها. من قتلها عطاه المؤبد، شدوه داوه، هو مريض اصلا، مريض من نهار الاول مريض، داوه سيدي عطاوه المؤبد، من المؤبد داروا له المحدد، عطاوه 30 عام، 30 عام داروا له لاكراس، قتلوا عامين في عامين، قتلوا 26، دوز 21، هاد العفو هذا ديال عيد العرس هو يخرج. دابا ملي خرج للحبس الكبير، دابا المشكل ملي خرج للحبس الكبير، اما اللي كان تينعس تياكل تيجيبوا له الماكله، كيجيبوا له كل شيء ناعس واكل شارب. لما ملي خرج هنا للزرقاء ما حتى شي واحد، لا اب مات، الام ماتت، الخوت ماتوا، كل شيء مات، حتى العائله عنده شي عمام وشي حاجه نكروه، واحد خواتاتو حتى هما نكروه. يعني ولا حنا دابا حنا ولاد الحومه تيبقى فينا، تيبقى فينا حنا حي الوحده، هذه لا العلامه حي الوحده، حنا تيبقى فينا، حنا بالنهار حنا معاه، ولكن بالليل راه تيبقى فينا، تيبقى بوحدو، تنتألمو. وفي الصباح ملي كنوضو كنتعلمو تلقاو ناعس هكايا، شوف فين ناعس، راه تيبقى فينا حشومة. ملي خرج للحبس الكبير، دينا لدار العزازة ما قبلوش، دينا لدار الكبيرة ما قبلوش، هاد الناس إذا فين غيبقى هاد السيد هذا؟ بقى هنا مليوح، ما كاين محسنين. دابا كنطلب من الله والمحسنين
لا كاين شي رجال ولا كاين شي محسنين عارف الناس راه ما كيدوزوش بحال هاد السيد هذا. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حال هاد السيد هذا واخا ما طالب حتى حاجه، باغي غير فين ينعس، باغي غير فين ينعس، ما عندوش واخا عبيت واخا عبيت شي محسن يعاونو، واخا شي بيت واخا يعاونو له اكرا هذا. الله يرحم الوالدين، هاد السيد دابا راه تيبقى فينا، يبقى فينا وهنا العائله ديالو حتى واحد ما كيديها فيه. دابا هو مريض علاش؟ حيت ما عنده طوموبيل، ما عنده فلوس، ما عنده حتى حاجه، من خرج ما داها فيه حتى واحد. كون كانت عنده الفلوس وعنده الطوموبيل عنده الخيرات كون جاو تيعنقوا فيه. دابا خلاوه لينا حنا، حنا تيبقى فينا، كبر معانا هنا، دوز 21 21 راه عارف مليش يقول 21. هو مسكين هو خرج دابا هنا تيبان لينا هنايا دابا عاد ولا هذا هو الحبس الكبير، انا هو الحبس الكبير هو هذا، تيبان لك هو ناعس في الزنقه بحال هكا، حنا حشومه، حنا مش مسلمين. ودينا لدار العزازه ما قبلوش، دار كبيره ما قبلوش، هو فين شكون غيقبلو؟ فهمتيني؟ كان تيتواجد معايا في السجن المركزي في سونترال، وتنعرفو بالمزيان، والسيد مزيان ماشي زعما شي حاجه، ولكن راه الله غالب، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، اليوم علينا واليوم عليهم، شوفوا معاه شي حل، راه كاينه اعاده ادماج جوين دام جات السيد تا هويا، راه ضرب واحد المده اليومين 25 عام والزياده ياك؟ ياك؟ انا هو اللي كنتي تجي عندي كنت نعس بالسين وكنت مع مريزيكا فهمتيني، 21 عام راه قاصحه على بنادم، يعني راه دوز فيها الحاره والحلوه ودوز فيها تمره، وكنت ماشي تنهضر معاك بعيني، انا اللي كنت نشوف هذا السيد بعيني داخل سونطال شنو كان تيدير، يعني شوفوا من حالو وحالو هذا راه حشومه، راه حالة لا يرثى لها نوصلوا لهذا الشيء هذا.